مساء الخير. أولا وقبل كل شيء أرحب بكم وأشكركم على مشاركتنا هذا المساء حفل إشهار رواية أرواح كليمنجارو، كما أشكر مؤسسة عبد الحميد شومان ممثلة بمديرها العام الأستاذة فالنتينا قساسية على حماستها الشديدة أو مديرتها العامة، كما لكي يكون انطلاق هذه الرواية من على هذا المنبر العريض والراقي. كما أعبر عن سعادتي الخاصة بأن تشاركني هذا الاحتفال الصديقة العزيزة الدكتورة رزان إبراهيم التي ستقدم قراءة نقدية للرواية، وهي اليوم من ألمع الناقدات والنقاد العرب، ولا أظن أن هناك من يملك اليوم حيوية كحيويتها النقدية الجمالية، ولا من له مساهمات كثيفة كمساهماتي الرائعة والمحبة للإبداع العربي ومواكبة جديدة. كما يسعدني أن تشاركنا هذا اللقاء الصديقة العزيزة سوزان الهوبي، بطلة صعود الجبال، أول فلسطينية والعربية تصل إلى قمة إيفرست وإلى كل القمم العالية في العالم، وهي إلى ذلك صاحبة فكرة صعود أطفال فلسطينيين فقدوا أطرافهم بسبب العدو الصهيوني إلى قمة كليمنجارو، وهي التي سمعت منها في الرحلة لأول مرة ولم تدري يومها أنها وضعتني أمام اختبار صعب لم يخطر ببالي، وهو تسلق الجبال بعد أن غزا الشيب مفرقي وانتشر. في ذلك اليوم الذي أخذت فيه قراري بالصعود، لأني لم أتخيل أن يصعد هؤلاء الفتيان الجبل دون أن أكون معهم، مع أن المدة المتبقية للحظة الانطلاق لم تكن كافية للتدريب والاستعداد لرحلة صعبة من هذا النوع. ولا يفوتني أن أحيي رفيقة أخرى في هذه الرحلة تحضر اليوم احتفالنا، وهي الصديقة رانيا بركات التي صعدت الجبل مرتين، مرة لدعم جمعية أطفال فلسطين ومرة لدعم مركز الحسين للسرطان. لقد فعلها هؤلاء الفتيان وفعلناها معهم ووصلنا القمة، وكان كل منا خلال الرحلة يمنح الآخرين الطاقة التي يحتاجونها لكي يستمروا. ففي وقت كنا ننظر فيه إلى الفتيان المصابين لنستطيع المواصلة، كانوا يفعلون الشيء نفسه كما أخبروني، وهم يسترقون النظر إلينا في كل لحظة من لحظات هذه التجربة الإنسانية الفريدة. لقد كانت المشاركة في الرحلة بمثابة دعم لهؤلاء الفتيان، ودعم لصندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين الذي يعود له الفضل في علاج آلاف الحالات لأطفال فلسطينيين، سواء أكانوا مصابين بأمراض أو من أولئك الأطفال الذين تسببت قوات الاحتلال الصهيوني ببتر أعضائهم أو فقع أعينهم أو إحداث أضرار بليغة في أعضائهم الداخلية. أيتها العزيزات، أيها الأعزاء، لقد صعدت إلى قمة كليمنجارو مرتين، مرة حين صعدت الجبل ومرة حين كتبت هذه الرواية. كانت رحلة الصعود الأولى قبل عامين تقريبا، ولا أستطيع القول إنها كانت الصعود الأسهل، فهناك كان علينا أن نسير ونصعد ونهبط لمدة 9 أيام قبل أن نبلغ القمة ونعود إلى حيث كنا، في مناخ متقلب صعب،
وفي درجة حرارة تصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، وهواء شحيح حيث تصل نسبة الأكسجين إلى نصف النسبة التي نتنفسها في هذه القاعة. كما أننا سرنا في اليوم الأخير لمدة 17 ساعة متواصلة، 12 ساعة منها صعودا و5 ساعات نزولا. أما رحلة صعودي الثانية، وأعني كتابة هذه الرواية، فقد كان علي أن أحمل الفريق وأصعد به وحيدا الجبل مرة أخرى، أن أحمل شخصيات حقيقية وأخرى متخيلة فيها الواقع وفيها الخيال، وفيها خيال الخيال أيضا. ولذا لا يمكن اعتبار شخصيات هذا العمل واقعية بالمطلق، حتى وإن كان جزءا من تجربة الصعود بكل تفاصيلها، حتى وإن كانت جزءا من تجربة الصعود بكل تفاصيلها. وكان علي أن لا أكتفي بالوصول إلى القمة المادية للجبل، بل أن أتجاوزها إلى قمم أرواحنا. وكانت تلك مسؤولية صعبة استغرقت أكثر من عام وليس 9 أيام وحسب. وفي هذه النقطة بالذات تتحد الرواية بتجربة الصعود وهي تستلهمها، وتفترق عنها لتستقل باعتبارها عملا أدبيا له حياته الخاصة به. ولا بد لي من أن أشير إلى أنني التجأت لفن الرواية لكتابة رحلة الصعود لأنني رأيت أن هذا الفن أوسع بكثير من أدب الرحلات، ولأنه يتيح لي حرية أكبر لتأمل تجربة إنسانية بالغة الغنى، ويتيح لي أن أبني وأن أتخيل وأن أطرح رؤيتي. ولن أبالغ كثيرا إذا قلت إنها الرواية التي تمنيت دائما أن أكتبها، والتي أحس بأنها منحت مشروع الملهى الفلسطينية بعدا آخر. إنها رواية عن الأمل والإرادة وعن الماضي والمستقبل وعن جرائم صهيونية ارتكبت ولم تزل ترتكب حتى هذه اللحظة، عن أبطال رائعين عشت معهم حياة كاملة مكثفة غنية في زمن مكثف. ولذا أستطيع القول إنني لم أكتب هذه الرواية وحدي، بل كتبوها جميعا بقوة إرادتهم وتحديهم لأقصى الظروف، لكي يقولوا للعالم إننا هنا، وإن كل جرائم الفاشية الصهيونية الجديدة لن تستطيع الوقوف في طريق أرواحنا نحو الحرية. أيها الأعزاء، قلت إنني صعدت الجبل مرتين، ولكنني أستعد الآن لأن أصعده للمرة الثالثة. فبمجرد أن تشرعوا في قراءة الرواية سيكون علي أن أجهز نفسي لرحلة من نوع مختلف، لعلها الرحلة الأصعب لأي كاتب. كل أمل أن تصعدوا الجبل الذي صعدناه خلال قراءتكم لهذه الرواية، وكل أمل أن تصلوا القمة التي وصلناها ووصلتها شخصيات هذه الرواية. وبعد أعود إلى مفتتح الرواية لأقول: في كل إنسان قمة عليه أن يصعدها، وإلا بقي في القاع مهما صعد من قمم. وشكرا لكم. الأستاذة سوزان البولي رح تحدثنا عن التجربة
باعتبارها يعني عشت أيضا رحلة صعود في كليمنجارو مرات كثيرة. الأستاذ إبراهيم قال إنه ما كانش في عندي فكرة لما حكيت له عن الحلم اللي كان عندي إنه ممكن يكون في شيء يتغير، بس أنا حقيقة بتذكر هاي اللحظات تماماً. كنا عم نشرب فنجان قهوة وبلشت أحكي له عن حلمي بإنه أخذ أول أطفال عرب بأطراف صناعية، لأنه أطرافهم انقطعت، لرحلة كانت بتعني لي كثير اللي هو الأمل. يعني عنوان كل هذا المشروع كان الأمل. أنا بتسلى إجبالي كثير، أوقات لطموح شخصي وأوقات لطموح وطني أوقات لطموح إنساني. بالنسبة لي هاي الفكرة، وكنت بتذكر تماماً إمتى إجتني، كنت في ألاسكا، كنت عم بتسلى جبل كثير صعب، مش شوية صعب، وهيك بنص الليل فقت وقلت وجدتها إنه أنا ناوي أروح مرة تانية على كليمنجارو، بس هاي مرة على مهمة إنسانية ووطنية لأحقق أو أحاول أعيش فيها عروبتي وفلسطينيتي، بس أشاركها مع فريق أكبر إنه يعطي الأمل لفترة. إحنا هون بالوطن العربي محتاجين كتير للأمل، يعني نطلع على كل شيء حوالينا عن جد ظالم وقاتم وصعب للأجيال الجديدة إنها تشوف الأمل. فلما بدأت الفكرة وحكيت بالصدفة للأستاذ إبراهيم، أنا شفت عيونه بتلمع، فعرفت إنه في شيء رح يصير. يعني عيونه كانت فعلا بتلمع، وعرفت إنه هذا الموضوع مش رح يكون آخر مرة عم بحكي فيه. مهم، يعني بعد كم شهر الأستاذ إبراهيم قرر إنه رح يطلع معنا ونحكي على طول على مشروعنا على وصولنا على الجبل اللي كان كتير مميز، لأنه الفريق اللي كان مع ياسمين ومعتصم، يمكن رح نحكي شوي إنه ياسمين ومعتصم بعمر 17-18، التنين فقدوا إجريهم، معتصم فوق الركبة وياسمين تحت الهيب تحت الورك، للظروف طبعاً أنهم معيشين مع احتلال الإسرائيلي. التنين تعالجوا عن طريق مجلس إغاثة الطفل الفلسطيني ونعطوا فرصة تانية للحياة. لكن أنا كمتسلقة وكعربية وكفلسطينية رح أحكي عن هيك من لحظة كانت عن جد فارقة على هذا الجبل. الفريق اللي كان معنا كليته كان على هذا الجبل تحمله شغلة واحدة هي الأمل، وما كانش في عنده أي طموح شخصي إنه كل واحد يوصل قمة لحاله. كان الفريق كله عم يتسلى كرمال ياسمين ومعتصم. يعني إحنا عشنا حلمنا وأملنا من خلال ياسمين ومعتصم. إحنا لما كان الفريق يتعب كان يطلع على ياسمين، وطبعا هون رانيا واستاذ ابراهيم بتذكروا ياسمين كان ممكن بعد 45 دقيقه احتكاك الطرف الصناعي على الجلد على العظمه كان يجبرها انها لازم توقف، يجبرها، لانه اذا رح بتكمل الاحتكاك الجلد والجروح الجلديه والتقرحات الجلديه اللي كانت عم بتصير عندها صعبه. والسبب لانه كان المفروض تعمل عمليه ثانيه وتحشي تيشو تحت الجلد اللي برضه ما قدرنا نعملها قبل ما تسافر. كنا نضطر انه نقعد ونشيل طرفها الصناعي ونستنى ننظف لها اياه ونشف لها اياه لعما يرجع يتهوى. فلما احنا كنا نشوف ياسمين بتكابر وبتحاول وقابله هالتحدي كانت تعطينا كليتنا القوه. معتصم لما كان مع نقص الارتفاع من اعراض نقص الارتفاع كان اوقات كثير يكون في صداع وفي شعور بالغثيان، لما يكون حاطط راسه هيك على ايديه ومش قادر اوقات انه يتنفس، بعدين يرفع راسه ويحاول انه يبتسم عشان يقدر يكمل انه يصعد هذا الجبل، كان برضه يعطينا احنا الامل. يعني حقيقه هم اللي قوونا مش احنا اللي قويناهم، وهذا كان يعني درس من احلى الدروس اللي يعني كليتنا عشناه وكليتنا. انا يعني طبعا بشعر كثير كثير بالتواضع وبالفخر انه بالاخير الاستاذ ابراهيم بنى روايه على هاي الرحله. في لحظتين فارقتين رح أشاركهم معكم بعدين أترك المجال للدكتورة. يوم القمة اللي كان مفروض أنه يكون آخر، نسميها بوش، آخر يوم بدنا نصعد فيه للساعات، من الأستاذ إبراهيم قال 17 ساعة لنقدر نوصل للقمة. كنا على مخيم تقريباً 4700 متر. 4700 متر للي فيكم ما بعرف، تقريباً الأكسجين بيكون يعني أقل أكثر شوي من نص النسبة اللي إحنا بنتنفسها هلا. فكل حركة حتى وانتم بالخيمة قاعدين نتنفس مش عم نقدر. يعني عالساعة تقريبا وحدة بالليل فيقنا الفريق عشان نبدأ رحلة التسلق.
وندتني ياسمين إنه أروح عندها على الخيمة، لأنها كانت مش بس إنها بردانة وكانت تعبانة، بس كانت حاسة بالخوف، إنه هي الخوف تبع ياسمين كان إنها كيف ممكن بدها جرعة قوة، لأنه ما بدها إنها تخيب أمل الشعب الفلسطيني فيها. وهي عم تبكي وهي متورمة وهي إجرها لسه ما ركبنا الطرف الصناعي لإلها. كانت طلبت مني، قالت لي سوزان قد ما رح أتعب وقد مش رح أقدر أتنفس، أنا بدي إياك تساعديني إنه أضلني أنا أطلع على الجبل. كانت هاي لحظة بالعتمة بيني وبينها بالخيمة وهي بردانة والساعة واحدة بالليل والهواء اللي حكى عنه الأستاذ إبراهيم درجة حرارة 10 تحت الصفر، كان كل خوفها إنها تخيب أمل أهل قريتها فيها. هذا شيء كتير كتير كبير، بورجع عنه الأرواح الأبطال هدول اللي كانوا معنا. طبعا كملنا والحمد لله وصلنا للقمة بالنزلة، وإحنا آخر ليلة لقلنا بالجبل كان معتصم عم بيعاني من التعب الشديد الشديد الشديد، وكنا في آخر مخيم عما إنه رح نطلع من الجبل. معتصم، وهاي لحظة كانت يعني من لحظات عمر بالنسبة لي، كان عنده مغص شديد وصداع شديد ووتر راسه هيك لأنه عم بيحاول يتعامل مع الألم اللي موجود فيه. فأنا سألته معتصم شو مالك؟ قال لي تعبان تعبان. قلت له شو مالك معتصم شو حاسس؟ قال لي أنا هلأ عرفت الجواب للسؤال سوزان. قلت له أي سؤال؟ قال لي إحنا عنا بغزة وضلهم بيسأل كل واحد أنت شو عملت في حياتك؟ أنا هلأ لقيت الجواب لهذا السؤال. أنا هلأ لما أرجع كل واحد بده يجي يسألني أنت يا معتصم شو عملت في حياتك، أنا بدي أقول أنا تسلقت جبل كليمنجارو. فالشعور بالفخر الشديد اللي كان موجود عنده كان شيء بيلمس حياة أي واحد، وأنا بتمنى من أنه هاي الرواية تخلي كل واحد يقرأ هذا الكتاب تلمس حياته، لأنه هي القمة عبارة مش بس عن قمة جبل، هي القمة اللي كل واحد فينا ممكن أنه يطمح أنه يوصل لها بطريق أو بآخر. وآخر شيء أنا عن جد بتشكر أنه رحلة من الرحلات اللي قمناها، ورحلة أنا حس أنا سميتها كانت يعني من أكبر تجارب الحياة بالنسبة لي مثل تجربة أفرست، أنه أستاذ كبير مثل أستاذ إبراهيم نصر الله مش بس أنه يوثقها بكتاب، بس يقول أنه حس أنه هي الامتداد الطبيعي لشيء مثل المنحة الفلسطينية. يعني أنا بشعر كتير كتير بالفخر والتواضع، وبتشكر كتير أستاذ إبراهيم. سعيدة جدا بوجودي هنا في هذه المناسبة الطيبة بوجود الأستاذ إبراهيم نصر الله وبوجود بعض ممن صعد كليمنجارو. أبارك لصديقي الأديب والروائي والشاعر، يعني عندما أذكر إبراهيم نصر الله أذكر إنسانا تضافرت في إبداعاته الكثير من الفنون. أبارك له هذا المنجز الإبداعي المتميز. حقيقة ما سأقدمه الآن في إطار الوقت المحدد سينطلق من فكرة معينة، إن أي رسالة في الرواية شرط تحققها هو البناء الفني الإبداعي. بمعنى أنني عندما قرأت هذه الرواية أحسست أن هناك رسالة فكرية إنسانية في غاية الأهمية، لكن ما كان لهذه الرسالة الفكرية أن تصل بعيدا عن القيمة الفنية الجمالية. يعني عندما نقرأ نصوصا فكرية، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن على طول إنه ماذا يريد هذا النص أن يقول، لكن عندما تقرأ رواية الموضوع يختلف، سيتحلق الكلام حول القيمة الفنية والجمالية. أنطلق من مقولة لدافنشي يقول فيها إنه عبر التجربة أنت تستطيع أن تتعلم شيئا. التجربة في حد ذاتها هي هدف، لكن في هذه الرواية تستطيع أن تحس أن هناك فهماً للتغيرات التي موجودة في النفوس البشرية. الناس ليسوا سواسية، كل إنسان له هدف وله غاية وله طريقته في الحياة. لذلك عندما نفتح هذه الرواية نصطدم بالعتبة الأولى وتقول في كل إنسان قمة عليه أن يصعدها، وفي ذلك طبعاً إشارة إلى أنه مجموعة من الأشخاص أخذوا قرارهم بصعود قمة كليمنجارو، لكن لكل منهم كانت غايته الخاصة به. يعني لدينا في الرحلة مجموعة من الأطفال الذين أصيبوا بجراحات عميقة
بعد أن تسبب الاحتلال الإسرائيلي في بتر أطرافهم أخذوا هذا القرار وكانوا يبحثون عن لحظة التوازن مع النفس وكانوا يريدون أن يخرجوا من خانة التعاطف إلى خانة العمل. ويمكن في بعض هيك العبارات وبعض الجمل كنت وأنا أقرأ هذه الرواية أحس أنها ومضات فنية إنسانية جميلة يعني من بعضها يعني لو سمحتم أقول سأقول لهم إن الطفل الفلسطيني يستطيع تسلق أعلى جبال العالم وإن كان برجل واحدة ليرفع علم بلاده فوق القمة ولذلك أدعو الجميع إلى عدم الاستسلام أمام التحديات. كان هناك المتطوعون في هذه الرحلة وكلهم اجتمعوا على فكرة مساعدة بشر حاجتهم للأمل تتجاوز أي حاجة أخرى. طبعا كان هناك شخصية قد تكون متخيلة حقيقية لا أعرف لكن هي شخصية نفعية صعدت وفي ذهنها أمر معين لغاية شخصية. وأنا أقرأ هذه الرواية كنت أستلهم تويمبي في نظرية التحدي والاستجابة وهي نظرية كما تعلمون مستوحاة من علم النفس السلوكي. عندما يصاب الإنسان بصدمة ما هذه الصدمة إما أنها تفقد توازنه وعندما يفقد هذا التوازن يكون أمامه خياران إما أن يستجيب سلما ويتمسك بالماضي تعويضا عن واقعه المر أو يتقبل الصدمة ويعترف بها ومن ثم يتغلب عليها. يعني أنا لم أخوض في تفاصيل الشخوص عندما تقرأون هذه الرواية سوف تعرفون أن هناك شخصيات مختارة مثلا لدينا نورة ابنة نابلس التي بترت رجلها وآمنت بأن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الإرادة قبل أي شيء آخر. في هيك ومضة فنية جميلة تتعلق بنور نورة كانت أمها تقول لها كانت تسألها عن رجلها كانت تقول لها إن رجلك على رأس الجبل وحين تكبرين قليلا سأصعد بنفسي وأحضرها لك من هناك لكنها لم تكن تعرف أي جبل أمها كانت تعني عبال أم جرزيم حكم وجودها في نابلس انتظرت ولكن رجلها لم تأتي فكانت قررت الذهاب إلى كليمنجارو لتحضر هذه الرجل وقالت أنا ذاهبة إلى هناك لأحضرها بنفسي لقد اكتشفت أنها كانت طوال الوقت فوق كليمنجارو. أيضا لدينا من غزة يوسف حاجته إلى صديق كان البحر صديقة في غزة كأنه الجبل يصبح صديقه في كليمنجارو. كانت لدينا أروى الطبيبة وأروى في لها علاقة خاصة مع أحد الشخصيات القادمة من خليل غسان يعني أنا يمكن المنطقة اللي تحدث عنها إبراهيم نصر الله شارع الشهداء في الخليل هو شاهده وأنا شاهدته وأظن أنه يعني نقل حركة هذا الشارع بأمانة مطلقة هذا الشارع الذي اختفت منه الحياة لحجج أمنية إسرائيلية مختلفة. غسان يعني لعب في هذه الرواية لعبة فنية في منتهى الجمال يعني كنا نستمع إلى حكاية غسان عما يجري في الخليل وكنا طيلة الوقت نعتقد أنه غسان برفقتهم في الجبل لنكتشف في آخر الرواية أنه غسان لم يكن معهم وإنما كان حاضراً ذهنياً وكانت أروى الطبيبة هي التي تروي بالنيابة عن حتى إحدى الطالبات في هذا الصباح اتصلت فيه وقالت لي هي جالسة قالت لي هو غسان كان معه ولا ما أكشف خلص بس يعني تفاصيل يعني طيب حين تمضي في هذه الرواية تصل إلى فكرة في غاية الأهمية أنه هذه الرحلة غايتها معالجة الروح معالجات في الروح لا تقل عن الإصابات اللي موجودة في الجسد يمكن العنوان نفسه أرواح كليمنجارو في هذه الإشارات في عبارات تتعلق بالروح كانت تصلنا عبر الشخصية التنزاني اللي هو اسمه سول والاسم سول هو تعبير عن الروح يعني أنا لن أطيل لذلك سأقفز هناك الكثير إن شاء الله سينشر قريبا لكن من اللافت أيضا أن في هذه الرواية لا يستطيع القارئ إلا أن يتلمس الجمع ما بين فلسفة بأدب كل منهما يتلمس غاية وجوده من خلال الكشف عن وحدة الطبيعة ووحدة الأشياء كما يقول دانتي
يعني في محطات بعينها تستطيع أن تلمس بهاء تحمله الطبيعة لا يقل عن هذا البهاء الذي يمكن أن يكون للإنسان. مثلاً الجبل، هذا الروح القوية البيضاء المتمردة على طبيعة أفريقيا وبرأفة موجودة عند هذه الجبل، ولكنك لا تستطيع أن تجدها عند البشر نفسهم. لذلك تجد عبارة مثلاً يقول فليسأل كل منكم نفسه لماذا لا أكون مثله. رحلة صوب القمة في أعالي كليمنجارو، إذا ارتبطت باستغراق روحي في الطبيعة، كان هناك تحليق في عوالم النفس والروح بما يشبه فكرة المجاورة والاقتراب من الملكوت السماوي، حيث يدرك الإنسان سر النفس. لكن حتى يكون هناك مجاورة ويكون هناك طهرانية، كان هناك اشتراطات، محبة البشر، ترفع عن سطوة المال. لذلك أحد، طبعاً أنا مش هكشف، خايفة يعني تزعل مني، لكن سيتبين أنه هناك بعض أو شخص معين هذه الطهرانية لن تكون متوفرة، لذلك يخفق في صعود الجبل. قمة القمم طبعاً أنه الإنسان حسب الرواية وحسب ما يمكن كلنا نتفق مع ذلك، أنه المرتاد لا يخون نفسه وكذلك لا يخون الآخرين من حوله. تحس أنت تقرأ أن هناك علاقة وطيدة وجميلة مع الآخرين، يعني علاقة انسجام، روح التسامح هذه الموجودة، وهو نموذج لبشرية يعني كلنا الآن في هذا الوقت نتمنى أنه يكون موجود. يعني في رقصة هيك تقدمي، هي رقصة تسامح، حسيتها هي رقصة جماعية قام بها الفريق قريبة من التحليق. تحس أنه الكل يعمل بروح المحبة. العلاقة مثلاً إيميل أحد الشخصيات مع يوسف كان يقول هذا هو أنا، يعني أتمنى أنه أصدق، يعني غسل قدمه وأحس بأنه يفعل ذلك بأريحية وبمحبة. هناك إذا معنى فكري توقظ الرواية من خلال الصور والكلمات. شخص كنا نحس أنها شخص متطورة نامية، وطبعا هذا التغيير الذي كان يحصل مع الشخص بفعل هذه العلاقة ما بين الذات وما بين الظروف الخارجية التي تحيط بهم. كذلك الإنسان نفسه، يعني كما تتغير النفوس من شخص إلى شخص آخر، الإنسان نفسه كل رحلة يقوم بها يقدم عليها بروح مختلفة أيضا. في إطار العلاقة بين الإنسان والخارج هناك الكثير من المفاجآت، هذه المفاجآت يعني تطلعون عليها أثناء القراءة. من ضمن الأشياء الجميلة والتي لفتتني أيضا في الرواية فكرة التعويض عندما يخفق الإنسان. يعني إحدى البطلات فقدت حاسة البصر وكان هناك إمكانية بسبب الثلج إنه تعوضها بطريقة أخرى. يعني أنا استحضرت برضو عبارة لأديسون بيقول فيها إن العديد من التجارب الفاشلة في الحياة تكون عندما لا يدرك الناس أنهم كانوا قريبين من النجاح عندما استسلموا. قلق شوي ما تبقى من وقت، يمكن معي 5 دقائق. قلت يعني أركز على منع الفهم. أنا أعتقد أنه إبراهيم نصر الله واحد من الروائيين الذين يملكون استراتيجيات بنائية منظمة في السرد. عندما تقرأ وتفتح تجد أنه الرواية تحتوي قسمين بارزين مترابطين. أولهما حكاية الصعود نفسها بكل ما يعتريها من صعوبات، وهذه الحكاية تجري على أرض الجبل بكل تضاريسه وبكل ظروفه الصعبة. القسم الثاني عبارة عن مجموعة من الحكايات والقصص الفرعية تستقل، لكن ما أن تستقل حتى تعود مرة أخرى وتلتئم مع الحكاية الرئيسية. تحس أنك تتحرك بمتعة بين أجزاء متنامجة على لوحة واحدة، يعني تقرأ ما تقرأ وأنت في حركة ذهاب وإياب على مستوى الحدث، وهذا كان له أثر على المستوى اللغوي. يعني حتى تحس أنه في تجاذب في الصيغ النحوية ما بين ضمير الغائب أحياناً المتكلم وضمير المخاطب. وكل حكاية من هذه الحكايات يتوارى خلفها رسالة متوالية، وإن كانت كلها تجتمع تحت إطار واحد كما الصورة، صورة الإطار وداخلها مجموعة من الحكايات. عملية التنقل في حد ذاتها كان لها مهمة ضرورية، لأنها كانت تغذي الرواية بإمكانيات عالية لصبر أغوار الشخوص بكل ما فيها من أزمات شعورية داخلية. وبالتالي أنا أتحدث عن حبكات إطارية متشظية تأتي من
خلال التبكر عملية الاسترجاع والفلاش باك. تنطق الحكاية على نحو منسجم وفضاء الصدمات والأزمات النفسية بكل انعطافاتها التي عصفت بها، خصوصا الإنسان الفلسطيني القابع تحت وطأة وحشية وعدوانية تبعث على القلق والغثيان والموت. طيب الخط الزمني من ناحية فنية، طبعا هذه لم يكن هناك سيرورة أو تعاقب زمني كرونولوجي أو خط زمني متسلسل من الحاضر إلى المستقبل. وكمان يعني لطيف إنه أنا بحب رأي مثلا إنه ما بدخل القارئ في متاهات، يعني الآن كثيرون من الروائيين يعني كأنه مهمتهم تعقيد القراء ووضعهم في متاهات معقدة، لكن حتى قضية الماضي والحاضر كان يستخدم واستخدام واعي للفضاء الطباعي بالحرفين الغامق والاعتيادي، وكأنه عم ينبه القارئ، وهذا شيء لطيف وجميل يساعد القارئ على أن يميز عن الحالة السردية. بالنسبة للغة، لغة فيها بساطة، لغة متقشفة دقيقة بدون أي ترهل بلاغي، وكانت قادرة على أنها ترتاد الجوانب الهامة في النفس البشرية. كان هناك نمط سردي غرائبي يخترق النصر على الأخص في نهايات، طبعا اترك له النهاية يكتشفوا أحسن تقول ويعني يمكن لما تكتشف هذا المنحى الغرائبي يعني نتذكر تودروف لما كان يربط بين الوظيفة الاجتماعية والأدبية للامعقول. لفتني شخصية هاري وعلاقة الرواية بكليمنجارو وفلوج كليمنجارو ونفس أرنست هيمنغواي، لأنه كان في إحدى الشخصيات هي شخصية هاري تتقاطع كثيراً مع شخصية هيمنغواي. هذا الحضور يعني لم يكن حضوراً عشوائياً وإنما حضور مقصود. هاري عرض كان له مشكلة عرضت لساقه، ونحن نعرف أنه هيمنغواي يقرأ هيمنغواي ويتعلم هذا حصل له. هيمنغواي كان يلقي نفسه في أي حرب تندلع في العالم، وكانت عنده هواية لهواية صيد الحيوانات المفترسة، وهذا الشيء كنا نلاقيه مع شخصية هاري. كل هذا يأخذنا في إطار تجاه تعلقات رمزية، وهي التعلقات الرمزية هي علامة من علامات الأدب. أنا بعتقد أن اختياره لهيمنغواي كان الفكرة من وراء أنه هيمنغواي كان في رواياته معنياً بشكل كبير أن يجسد أشكال الصبر، الصمود، التحدي في وجه الطبيعة. وكلنا قرأنا The Old Man and the Sea، العجوز والبحر، فلسفة القوة، لعبة فرد الإرادة في ظروف صعبة، أي لعبة أو هذا ما نجده في رواية هيمنغواي وما نجده أيضاً في هذه الرواية. لكن طبعاً المصائر في تقاطعات وفي أشياء تختلف، النص المرجعي أحياناً في علاقة أدبية ما بين النص الجديد والنص المرجعي، يعني النمر في فلوج كليمنجارو ضل طريقه ومات جوعاً وبرداً، لكن الفريق في كليمنجارو الحمد لله عرفوا طريقهم ولم يضلوا. أيضاً الجبل في فلوج كليمنجارو في الفيلم لم نره، لكن كنا قادرين أن نراه داخل الرواية. طبعاً باللغة أختم بعبارة مع بعض التصرف هي مقدمة للرواية، يصف الرواية ويقول: إن فيها من ظلال أرواحنا الكثير، وفيها من ظلال أرواح أخرى حلمت بهذا الجبل قبلنا وستحلم به بعدنا، فيها ما يشبهنا وما يشبه ما سعينا إليه، وفيها اختلافنا النبيل الذي لا ندركه ولا نحصل عليه إلا بمعايشة تجربة عميقة كهذه. شكرا لكم. شكرا لكم.